أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، ده نموذج جميل من نماذج تحدي الإعاقة. صديقتنا الجميلة بسبب إصابتها بالكانسر فقدت أحد ساقيها، لكنها بابتسامة جميلة وعظيمة وأسرار تتحدى الإعاقة، تتحدى الاستسلام، بتتحدى اليأس. قوة إرادتها وعزيمتها، ابتسامتها الجميلة تواجه كل صعب. صديقتنا الجميلة نجحت في الحصول على طرف ثانوي وداخل أحد مراكز التأهيل بتقوم بالتدريب عليه. صديقتنا الجميلة نموذج جميل وملهم لكل متعدي الإعاقة، صاحبة إرادة حقيقية بتتمتع بالجمال والذكاء. على كرسيها المتحرك أو بطرف ثانوي بتعيش حياتها، حياة سعيدة مليانة أمل وتفاؤل وعزيمة وإصرار. مر عليها كتير لحظات صعبة تملك منها اليأس بعض الوقت، لكنها بقوة إرادتها وعزيمتها بجد ابتسامتها